السادسة بتوقيت الجزائر مشاهدينا الكرام، أينما كنتم أهلا بكم إلى أخبار الرياضة وحديث عن الحدث القاري كأس أفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة بالجزائر، لكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. المستهل بالمباراة التي ستلعب مساء اليوم بملعب 19 ماي بعنابة ستجمع بين منتخبي بوركينا فاسو والكامرون في لقاء حاسم لاقتطاع تأشيرة العبور إلى دور ربع نهائي في مواجهة لا تقبل القسمة على 2 بالنظر إلى معطيات المجموعة. يذكر أن المنتخب البوركينابي يتذيل ترتيب المجموعة الثالثة بدون رصيد ولا خيار أمامه سوى الانتصار لمواصلة المغامرة القارية، في حين سيسعى حامل اللقب إلى تحقيق الفوز لافتكاك تأشيرة التأهل الثانية عن المجموعة الثالثة. للأسف ضيعنا الفوز أمام مالي، واليوم ينتظرنا تحدي كبير، ويجب علينا تحقيق الفوز أمام الكاميرون من أجل مواصلة المغامرة وتحقيق هدفنا في هذه البطولة. يتحتم علينا الفوز وتجنب الأخطاء التي ارتكبناها في المباراة الأولى، وليس لدينا خيار آخر غير الفوز يوم الأحد وتسجيل الأهداف، وهو ما يتوجب على خط هجومنا هز شباك الخصم. بالعودة إلى مباراة الأمس لحساب الجولة الثالثة عن المجموعة الثانية، تأهل المنتخب النيجيري إلى ربع النهائي بعد فوزه على جنوب أفريقيا بثلاثة أهداف لهدفين بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة. وكان جنوب أفريقيا السباق إلى مجال التهديف عن طريق فيكي مخوانا في الدقيقة السادسة، ثم عدل تشارلز أغادا نتيجة لنيجيريا في الدقيقة 32، فيما سجل فيفور دانيال الثاني لجنوب أفريقيا في الدقيقة 45. وفي بداية الشوط الثاني عدل ليخت إيكي النتيجة لنيجيريا قبل أن يضيف أبو بكر عبد الله هدف الفوز في الدقيقة 64. سعيد جدا بهذا التأهل الذي لم يكن سهلا، عملنا بجد خلال التدريبات، آمنت بقدرات فريقي، لم أضغط على اللاعبين رغم الخسارة الماضية لأنني أعلم أن اللاعبين في هذا السن يحتاجون عملا كبيرا من الناحية النفسية أكثر من الناحية الفنية. بالطبع اللاعبون أصيبوا بخيبة أمل وكلنا مصابون بخيبة الأمل لأننا لعبنا مباراة جيدة، لكنني رغم خيبة الأمل فأنا سعيد جدا بأداء فريقي. نعم خسرنا المباراة، لكن اللاعبين قدموا ما عليهم ولعبوا كرة جميلة وتقدموا في النتيجة في مناسبتين أمام منتخب كبير يعتبر مدرسة كبيرة في كرة القدم. أشعر بسعادة عارمة لاختيار رجل المباراة، لكن النتيجة النهائية مخيبة لنا لأننا قدمنا مردودا جيدا وكنا متفوقين مرتين، راودنا الأمل في الفوز، لكن رغم ذلك أظن أننا اكتسبنا خبرة كبيرة. وعلى هامش الحصة التدريبية لمنتخب بوركينا فاسو التي عرفت حضور مدرب المنتخب الأولي أوبرت فيليود، وفي تصريح خاص به التلفزيون الجزائري أكد انبهاره وإعجابه بما تتوفر عليه الجزائر من منشآت رياضية تؤهلها لاحتضان أي منافسة قارية بما فيها كأس أفريقيا للأمم التي باتت حتمية. التصريح لعمر جمعي. أنا جد متفاجئ من التقدم الكبير الذي عرفته الجزائر في السنوات الأخيرة من منشآت. جئت في الشان الأخير وشاهدت ملعب براق التحفة. أكتشف هذه المرة ملعب عنابة وحتى الملحق أرضية جيدة جدا. لا يوجد سبب لعدم منح الجزائر احتضان الكان القادم. لدينا المنشآت والتنظيم، احتضنتم الشان والآن بطولة الشباب، لا يوجد أي عذر لعدم استضافة الكان القادم. الجزائر ستكون منافس قوي لاحتضان البطولات الإفريقية.
وأتمنى من قلبي أن آتي للجزائر في الكان القادم. أعرف الجزائر جيدا، أعيد أنا جد سعيد بتواجدي في الجزائر، فرحة كبيرة تغمرني دائما، لدي العديد من الأصدقاء وأستقبل بحفاوة دائما. Je sens toujours la passion autour du football, ça c'est très important. Et toujours l'accueil qui est magnifique. Quoi. Merci. وعن المستوى الذي ظهرت به المنتخبات في الدور الأول أشاد فيليودا المدرب السابق لعديد الأندية الجزائرية بالمنتخبات التي تعتمد على التكوين والأكاديمية. نتابع. منتخب السنغال قدم أداء كبيرا وهذا منطقي، لأنه بلد يعتمد كثيرا على الأكاديميات والتكوين، لا يوجد سر في تألق هذا المنتخب. الجزائر مطالبة أيضا بتكوين عالي للاعبين الشباب، الجزائر تملك كل الإمكانيات لذلك. أعرف جيدا البلد والمسؤولين لهم إرادة كبيرة لتحقيق هذا الهدف. تابعت أيضا الكاميرون وحتى منتخب بوركينا فاسو الذي لا زال بعيدا عن مستوى المنتخبات الأولى في عملية التكوين بالرغم من وجود مشاريع. بعيدا عن التنافس، مدينة عنابة بسكانها دائما في الموعد يصنعون الحدث بتحضرهم ورقيهم، هذه المرة مع كان الناشئين بشهادة ضيوفها. إسماعيل ميلودي. كرم الضيافة وحسن الاستقبال خصال يلتمسها الزائر إلى مدينة عنابة جوهرة الشرق الجزائري، المدينة التي تعاقبت عليها الحضارات ومنبع الثقافات بونا، وبهذا الثراء وجد فيها اليوم المشاركون في كان الناشئين كل الترحاب من الساكنة الذين عبروا عن سعادتهم بعودة عنابة إلى الواجهة رياضيا سياحيا وثقافيا. مرحبا بكم سوربون عنابة، ترحب بكم كاملين ونتمنوا النجاح للمنتخب الوطني تاعنا. يا خويا نرحبوا الناس هذم، مرحبا بهم في عنابة، ويكونوا ان شاء الله عندنا كما يقولوا ضياف، وحنا يعني اهل عنابة هي مضيافة. كوب دافريكا هذه تسمى كي داروها سي حاجة ملاحة للولاية باش تعرف الثقافة تاعها وتعرف، وحنا نرحبوا بالناس الكل وتعرف. الوفود الإفريقية التي حطت الرحال بعنابة وجدت كل ظروف الراحة وجمالية الصورة لمدينة امتزجت فيها خضرة الجبال بزرقة البحر، ليكتمل المشهد بأجواء الكان الذي سيبقى أجمل ذكرى في أذهان ضيوف الجزائر من القارة السمراء. أتواجد هنا منذ 8 أيام، تجولت بعنابة على متن سيارة أجرة، وجدت كل الترحاب من أهل المدينة، ومشيت في شوارع المدينة حتى في ساعات متأخرة من الليل، وكل شيء كان جيد. الاستقبال كان جيد وفي أجواء رائعة، حتى ظروف الإقامة كانت مريحة. أشكر الجميع في الجزائر على كرم الضيافة. بعيدا عن الحدث القاري، تم اليوم بقاعة محاضرة المركب الأولمبي محمد بوضياف التنصيب الرسمي للجنة العليا لتنظيم الطبعة 15 للألعاب العربية بالجزائر، هذه الصائفة في الفترة الممتدة من 5 إلى 15 جويلية، ذلك تحت إشراف وزير الشباب والرياضة عبد الرحمن حماد، كما تقول دنيا حجاب.
وزير الشباب والرياضة سيد عبد الرحمن حماد، وفي كلمته أعلن على التنصيب الرسمي للجنة تنظيم الألعاب العربية ببلادنا، مؤكدا على توفير السلطات العليا لكل الموارد المادية والبشرية لإنجاح هذا الحدث ببلادنا. يسعدني أن أشرف اليوم على مراسم تنصيب الرسمي للجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الرياضية العربية 15 الجزائر 2023، التي ستتولى مهام التحضير والتنظيم التقني والمادي للمنافسات الرياضية والتظاهرات الثقافية والعلمية المقررة في برنامج هذه الألعاب. من جهته أكد الأمين العام للألعاب سيد أحمد السالمي على جاهزية الجزائر من كل النواحي على إنجاح هذا الحدث الكبير، وذكر المخطط العام الذي تضمن 5 ولايات التي ستحتضن الألعاب، وهي الجزائر العاصمة، تيبازا، وهران، قسنطينة، وعنبة. لذا يستوجب تسخير كل الطاقات الحية المتواجدة داخل الحركة الرياضية الوطنية، وكذلك تضافر جهود كل القطاعات والهيئات العمومية الوطنية لتجسيد الأهداف السامية التي ترمي إليها السلطات العمومية من خلالها، وهي التأكيد عن القدرات والإمكانيات بلادنا الجزائر لاحتضان الأحداث الرياضية الكبرى. الألعاب العربية في الجزائر ستكون مميزة نظراً لتعدد الرياضات التي ستلعب، منها الجديدة من نوعها في الجزائر كالبريكدانس، ومنها التي ستضفي طابعاً إنسانياً للألعاب، حيث سيشارك ذوي الهمم في 3 رياضات، وهي كرة السلة، كرة الجرس، وألعاب القوى. نجح هذه الألعاب مسؤولية الجميع، والدولة تولي اهتماماً كبيراً لهذا الحدث، لأنه سيكون دليلاً على التطور الحاصل في شتى المجالات، وسيساهم على تلميع صورة بلدنا الحبيب. إلى مشاركة الأندية الجزائرية في المنافسة القارية، تنقلت صباحة اليوم بعثة اتحاد الجزائر إلى العاصمة الإيفوارية أبيجان لمواجهة نادي أسيك ميموزا الإيفواري لحساب ذهاب دور نصف نهائي كأس الكونفدرالية يوم الأربعاء المقبل على الساعة 5 مساء، فيما سيلعب لقاء الإياب يوم 17 من الشهر الجاري بملعب 5 جويلية. في سياق منفصل، انعقدت أمس الجمعية العامة الاستثنائية لفريق شبيبة القبائل، تم من خلالها تعيين عاشور شلول رئيسا لمجلس الإدارة خلفا للرئيس المستقيل يزيد يريشان، كما تم تعيين أعضاء جدد، ويتعلق الأمر بكل من سمير أكيد، عبد العزيز الروقي، سمير جاب الله، ورضوان بوعيات. ما أكد شلول أن الهدف الأول والمستعجل هو إنقاذ الفريق من الوضعية التي يتواجد فيها. Écoutez, on ne va pas tout faire tout de suite. Vous savez maintenant la crise là où on est. Donc on doit sauver d'abord le club. On va présenter un cahier de charges et un organigramme de travail pour prendre des décisions. Et c'est des décisions collégiales. C'est avec le conseil d'administration. Youssef, je suis fier. Et puis vous, comme vous le savez, ce n'est pas dans les moments faciles, c'est dans les moments difficiles. Aujourd'hui, si la Giscard était parmi les premiers dans le podium, je pense qu'il n'y a personne qui va s'attendre à un changement. إلى بطولة رابطة الهواة التي أدركت أمس جولتها 26، حافظ فيها نجم بن عكنون على صدارة ترتيب مجموعة وسط غرب عقب فوزه على أولمبي المدية المهدد بالسقوط ب3 أهداف لهدفين. وبهذا الفوز يرفع نجم بن عكنون رصيده إلى 59 نقطة في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن الملاحق المباشر ترجي مستغانة. مباراة أخرى حسمها فريق اتحاد خميس الخشنة لصالحه ب2-0 على حساب وصيف مجموعة وسط شرق جمعية الخروب بملعب عبد القادر الزروقي. هدف المباراة الوحيد سجله بن موسى في الدقيقة 55 عن طريق ضربة جزاء.
فوز رفع به اتحاد خميس الخشنة رصيده إلى 35 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد جمعية الخروب عند النقطة 50 في المركز الثاني ليعمق الفارق إلى 4 نقاط عن المتصدر اتحاد سوف. لقاء آخر فاز به رائد المجموعة الشرقية اتحاد سوف بنتيجة عريضة على حساب مولودية قسنطينة ب4 أهداف لهدف. رباعية الزوار تداول عليها بالح وياسين بن عمارة، فيما سجل الثالث صياب والهدف الرابع من توقيع يحيى آمير. أما الهدف الوحيد لمولودية قسنطينة وقعه لاعب فليفلا قبل 4 دقائق عن نهاية المباراة. وضمن مجموعة وسط غرب افترق كل من ولاد تلمسان وشبيبة تيارت على التعادل السلبي، نتيجة قللت من حظوظ التيارتية في مواصلة اللعب على ورقة الصعود بعد اتساع الفارق بينها وبين الرائد نجم بن عكنون إلى 5 نقاط، فيما يواصل ولاد تلمسان صراعه الصعب لضمان البقاء. مشاهدينا، بهذا أصل وإياكم إلى ختام الموعد الرياضي. شكرا لكم على المتابعة. أوقات ممتعة مع بقية برامج التلفزيون الجزائري. بطيب المنى، السلام عليكم.